إن الله جميل يحب الجمال كان شعار العديد من الأشخاص اللي اتجهوا لعمليات التجميل حتى يحسنوا من مظهرهم الخارجي، ما بين البوتوكس والفيلر والعمليات الجراحية. هل صار الموضوع ضرورة علاجية أم موضة مبالغ فيها؟ خلونا نشوف. عم نعمل استطلاع رأي عن موضوع عمليات التجميل، هل أنت مع أم ضد، أو بتشوفي صارت موضة العصر ولا صارت مبالغ فيها؟ هي ممكن تكون مبالغ فيها عند بعض البنات، بس برضه هي مفيدة، يعني بحسها أنها حلوة، يعني بتجمل البنت أكتر. الله جميل ويحب الجمال، أنا لو معي فلوس بعمل عملية تجميل، بشيل كل التجاعيد اللي بوجهي. في شباب مثلا ما بيكونش عندهم شفايف يعني، فبنفخوهم. هو أوبر شوية يعني، هو حلو بس إذا أوبر يصير مهل، صح؟ لا صار أوفر بصراحة. في أوفر يعني في الموضوع، إنه في ناس عم تعمل تجميل يعني لشغلات مش يعني ما إلها داعي. هي صارت غيرة كمان، مش إنها بس إنه موضة ولا إشي، لا مثلاً غيرة. أي حدا صار إنه خلص كل إشي انشافت فلانة عملت هيك لازم الواحد يروح يعمل زيها، علشان إنه ممكن إنه ما كان في كتير استفادة بالنسبة لإلها، بس خلص يعني نفسياً. إشي بكون زيادة عن حده، الواحد بكون عادي، المفروض يكون إنه بطبيعته بدون أشياء زيادة، فهذا بس هو هيك الموضوع، إنه إشي صار بشوفون الناس بدهم يقلدوا. إذا كانت علاجية بأيد، بس إنه تجميلية بحتة لا. بصراحة لا، أنا مش مع هذا الإشي. هلا إذا في واحد عنده عيب أو واحدة عندها عيب بدها تصلحه تعمل عملية تجميل، يعني حدا منخاره مكسور حدا هيك يعمل عملية تجميل، مش غلط يعني. برأيي إنه الناس بتجوا لأنه بس إنه يعني كيف تحكي لك، بس يقلدوا الناس ولي أبطأ إيش الجمال الطبيعي، أما غير هيك لا. أنا إلا عملية تجميل، يعني إذا سمح الله تشبه خلقي أو جروح يضطر أروح بعمل عملية تجميل، أما غير هيك لا غلط يعني. ما صار وضع كتير أوفر يعني، بيزاد عن حده يعني، الصغار والكبار عم بيعملوا هذا الإشي مش بس الكبار. عم نعمل استطلاع رأي عن موضوع عمليات التجميل، هلأ كتير ناس صارت تتجه لهذا الإشي سواء محتاجة أو غير محتاجة، برأيك موضة العصر الناس يعني صار ضرورة ولا إشي مبالغ فيه؟ هلأ هي صارت موضة أكثر من إنه هي إشي ضروري، لأنه إذا كانت البنت أو الشاب محتاج أو مش محتاج فهو خلص إنه صار الموضوع موضة أكثر ما هو إشي ضروري، فعشان هيك صار الناس تستخدمه أوفر شوي. عرفت كيف؟ طيب. لو الواحد عنده مشكلة بشكله ديفو ومحتاج يغيره، يغيره ولا يتقبل حاله زي ما هو؟ هلأ أنا مع إنه يتقبل حاله، لانه حتى لو غيره ومن جوا شخصيته مش في عنده هيك زعزعه بشخصيته ما حيتحسن هذا الاشي. لازم الانسان يتماشى مع العصر، حتى في يعني انت لما يكون شكلك كثير حلو في طاقه ايجابيه لك، في تفاؤل باتجاه الحياه، بتكون مرح يعني بتنعكس عليك بالايجاب حقيقه مش بالسلب. نعم، ما لها درجات يعني، فاذا كانت مثلا درجه اولى او ثانيه يعني حسب الحاله يعني ممكن انه يعمل عمليه تجميل. هي بصراحه صارت موضه العصر، اذا مش بحاجه ليش، اذا حدا مش بحاجه ليش يعمل، لا يرضى بحاله، الا اذا كانت مشكله يعني مبينه كثير ممكن يصلحها.